فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا تكون القضاة من النساء، فإذا ذهبت إلى المحكمة فإني أتقاضى عند قاضية، فهل تكون أحكامها معتبرة؟ نعم، ولا تضيع حقك إذا ما كذبت ولا أخذت حق غيرك وإنما استخرجت حقك فلا بأس. نعم، ما ظلمت أحد. نعم. فضيلة الشيخ، لا تخلي حقك يضيع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.